والله المشاركة كانت يعني جدا حلوة وحماسية، منافسين كتار يعني الحمد لله قدرت اجيب الاول عليهم. طبعا بعد تعب شوي. كيف كانت تحضيراتك قبل المشاركة؟ والله يعني احنا ما خبرنا فيه بوقت متأخر شوي، حضرت شي 3 ايام قبل الماراثون واليوم اجيت ان شاء الله جاي. Öncelikle şunu söyleyeyim biz في البداية أود أن أقول حقيقة مهمة، وهي أن المشاركين هنا هم إخوة لنا، ومن وجهة نظرنا نجد أنفسنا مجبرين على مساعدة إخوتنا. نسعى دائما إلى القيام بفعاليات مشابهة لما نقوم به لجيل الشباب في تركيا، كما نسعى لتأمين رغبات الجميع هنا في عزاز وباقي المناطق. نحاول دائما مساعدة جيل الشباب من المقيمين هنا وتأمين البيئة الرياضية المناسبة لكل الفعاليات، ونلمس نجاحا كبيرا من قبل الشباب في النشاطات الرياضية هنا، وهذا أمر يسعدنا. هذا الماراثون الذي تشاهدونه اليوم هو إحدى هذه الفعاليات التي نقيمها حاليا. المسؤولون في عزاز سعداء بهذا النشاط. العالم الخارجي ينظر إلى هذا السباق على أنه صغير ومتواضع، لكنه بالنسبة لأهالي هذه المنطقة هو سباق مهم وكبير. هناك كثير من الفعاليات التي تخص الرياضة والشباب، ونحن على استعداد تام للقيام بها دائما وبكل سرور. Biz canı gönülden yardımcı olmaya hazırız. قمنا بتجهيز الماراثون من دوار الساعة إلى دوار القلعة ذهاب وإياب، والمدعيين يعني أشخاص جيدين يعني من طلاب الجامعة ومن الأشخاص العامين أيضا يعني اللي بيحبوا الرياضة. شفنا إقبال جيد كبداية، شيء جميل، شفنا مشاركة جيدة من الشباب كلهم، وإن شاء الله إلى الأمام رح نشوف بأمور أفضل وإقبال على الرياضة بشكل أفضل.